خير واهلا وسهلا بيكم في نشرة اخبار الوطن والى اهم الاخبار. الحكومة تنفي 10 شائعات من بينها الغاء دعم الخدمات الصحية وتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات. مجلس الوزراء نفى ايضا ظهور حالات مصابة بانفلونزا الطيور وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد. ضبط 7 مصانع تنتج العاب اطفال ووسائد من مخلفات مسرطنة. الاجهزة الامنية نجحت في ضبط المصانع بمنطقة ابو زعبل بمحافظة القليوبية، وتبين انها تقوم بتجميع 166 طن من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية واعادة تدويرها دون ترخيص. فيروس كورونا يصل الى اسرائيل. وزارة الصحة الاسرائيلية اعلنت تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد. ومن اخبار الرياضة، فايلر يعالج بادجي نفسيا بعد خسارة السوبر امام الزمالك. المدير الفني للاهلي عقد جلسة خاصة مع اللاعب السنغالي لمحاولة علاجه نفسيا بعد اهداله لركلة الترجيح التي تسببت في خسارة المارد الاحمر للقب السوبر. واخيرا مع اخبار الطقس، واللي هيكون شديد البرودة ليلا مع امطار ورياح على القاهرة. وبكده تكون انتهت نشرتنا النهاردة، وللمزيد من الاخبار زوروا موقعنا الوطن نيوز.com.